حياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة متجددة من برنامجكم اليومي وعلى الهواء مباشرة. الضحى العود، أصبح على كل اللي موجودين معنا هنا بالاستديو بالكنترول، تحديدا زميلي محمد. صباح الخير. صباح الخير مشاعر، صباح الخير لك والساده المشاهدين والمتابعين لبرنامج الضحى العود. كما عودناكم دائما عندنا فقرات جديده ومتجدده مع نجوم وابطال محليين في الساحه الكويتيه. نعم محمد، قبل شوي كنا نسولف قبل أن نطلع على الهواء ان يوم الخميس غير. غير نفسيا، غير نفسيا. نعم. وطاقه ايجابيه مو طبيعيه، صح؟ لا شك في ذلك، خاصه هالمره خلينا نحيي الناس اللي تشتغل بالويكند. ها اي والله، في صح، في ايام العطل الرسميه، من اعلام، من داخليه، من صحه وما الى ذلك، من كهرباء، ما قصروا اكيد. هم جنود مجهولين يخدمون الوطن في كل المجالات وفي كل المناسبات. اكيد طبعا. طبعا مشاهدينا راح نكون معكم ساعه على الهواء مباشره، راح نبدي معاكم في فقره سبورت تايم والكابتن سبعان السبعان. صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في برنامج الضحى العود. راح اقدم لكم فقره اليوم ان شاء الله راح يكون عباره عن تمرينين مع العجله الموجوده امامي. طبعا بالنسبه حق التمرينين هذول ياخذوا لك منطقه المعده بالكامل زائد منطقه الخواصر. راح ابلش بالتمرين الاول. طبعا هو نوعا ما التمارين يبيهم لياقه تكون عند الشخص على اساس يقدر انه ينفذهم، ولكن مره على مره حاول انك تمارس التمرين تلقى نفسك مع الايام تقدر تمارسه بطريقه صحيحه. الطريقة الأولى راح أثبت جسمي بالطريقة هذه، تمام؟ من بعدها ثبت الذراعين على الأرض، تسكر رجلك. لما أثبت جسمي راح تشد معي منطقة الخواصر والمعدة، بالتالي لما أسكر رجلي على أيدي راح تحرك معي منطقة الخواصر أكثر. شوف، لاحظ معي، تزيد طبعا عدد عداتك مع الأيام تقدر تزيدهم أكثر فأكثر. هذه الطريقة الأولى بالنسبة حق التمرين الأول. الطريقة الثانية طبعا باستخدام العجلة، أثبتها على الأرض. شوف، لاحظ تكنيك التمرين هذا لازم تنفذه بالطريقة الصحيحة على أساس تحس فيه، لأن ممكن لما تمارس التمرين وما تعرف التكنيك الصحيح حق التمرين ما راح تنفذه بالطريقة الصحيحة أو ما راح تستفيد منه بالأحرى. بمعنى تنزل الطريقة هذه، شوف لاحظ معاي الايد راح تكون مفرودة، من بعدها تصعد. مع نزلتي افرد ايدي بالكامل، بمعنى ما انزل بالطريقة هذه، لا اكون ما استفدت من التمرين. شوف لاحظ ايدي ما نزلت بالطريقة هذه، لا ما اثنيها، افرد جسمي من بعدها اصعد. شوف لاحظ الرجلين راح تكون ثابتة على الارض، بمعنى لما انزل لما افرد جسمي ريلي ما ترتفع عن الارض، لا الرجل تكون ثابته. من بعدها اصعد. وطبعا مع نزلتك ما تنزل على الارض، يعني ما انزل بالطريقه هذه، لا راح انزل بالشكل هذا من بعدها اصعد. تخلي بينك وبين الارض طبعا مسافه على اساس لما تنزل او تؤدي التمرين تثبت على العضله نفسها فتشد معك اكثر، اما اذا نزلت على الارض فانت بالتالي ترخي جسمك ما تستفيد من التمرين 100%. وهذا كان تمريننا حق اليوم، اتمنى الجميع يستفاد منه. تابعونا بحلقات مقبله بتمارين جديده. حلوة التمارين هذه، خاصة التكنيك اللي يستخدمه أخونا سبعان السبعان، وإن شاء الله جميع المشاهدين يعني يستفيدون من هذه التمارين اللي قدمها كابتن سبعان السبعان. ننتقل إلى فقرة أخرى محببة عندنا نشوف فيها آخر الأخبار ونتابعها. نعم. مع فقرة الصحافة الرياضية، شوف هذا التقرير ومن ثم نعود إن شاء الله. جاء
يريدة القبس. تقدم العربي لأول مرة إلى المركز الثالث بعد مواصلة انتصاراته بتغلبه على مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس على استاد علي صباح السالم في ختام منافسات المرحلة الرابعة عشرة والقسم الثاني من دوري فيفا الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 20 نقطة، في حين هبط النصر إلى المركز قبل الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 16 نقطة. جريدة القبس. ارتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى المركز الثالث بدوري فيفا، وذلك بعدما حول تأخره بهدف أمام التضامن إلى فوز بهدفين مقابل هدف مع نهاية مواجهتهما التي أقيمت أمس على استاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن الجولة الرابعة عشرة من منافسات البطولة، ليصل رصيد الأصفر إلى النقطة رقم 19، بينما يبقى رصيد التضامن 10 نقاط في المركز الأخير. جريدة الأنباء. يدخل دوري فيفا للدرجة الأولى مساء اليوم مرحلة الحسم مع انطلاق منافسات القسم الثالث من المسابقة، ففي إطار مواجهة الجولة الخامسة عشر يلعب المتصدر الفحيحيل مع الوصيف فريق برقان، وذلك على استاد نادي الشباب، كما يصطدم الصليبخات مع اليرموك ولكل منهما 18 نقطة، وذلك على استاد ناصر العصيمي. وفي مباراة بعيدة عن حساب الصراع على المنافسة يلعب فريق خيطان 6 نقاط مع فريق الساحل 9 نقاط. جريدة الأنباء. حقق المنتخب الوطني للتنس للناشئين فوزاً غالياً على نظيره السعودي بنتيجة 1-2 في بطولة كأس العالم للتنس للناشئين كأس ديفيز للناشئين المقامة حالياً في سريلانكا وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري، وبهذه النتيجة صعدت الكويت إلى دور الثمانية وتلاقي إيران. جريدة الجريدة. انتزع فريق الساحل لكرة اليد تعادلاً ثميناً من نظيره الجرين بنتيجة 27-27، في حين نجح الجهراء في تحقيق الفوز على الفحيحيل بنتيجة 23-20 في المبارتين اللتين جرتا أمس الأول على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من دوري الدرجة الأولى للعبة. حياكم الله مشاهدينا، نرجع نتواصل معاكم ونبدأ مساحاتنا الحوارية مع طبعا ضيفنا وضيفكم الصحفي عبد العزيز جاسم من جريدة الأنباء الكويتية. عبد العزيز صباح الخير. صباح النور، أصبح عليك وعلى أخوي أبو يوسف وعلى جميع السادة المشاهدين. حياك الله أخوي عبد العزيز. أول شيء طمن على سلامة الولد. الله يسلمك. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. ودائما احنا نبدي وياك في جولة دوري فيفا الجولة الرابعة عشرة، شنو آخر المستجدات اللي طرأت على هذه الجولة؟ الجولة هذه بعد ما كان الكل يائس أن الدوري محسوم لنادي الكويت وأن خلاص الأمور كلها سارت لنادي الكويت، إلا أن الآن تغليص الفارغ إلى 6 نقاط بينه وبين السالمية أنعش الدوري، أحيا الدوري، أعاد أنا أقول للمشاهدين والجمهور للدوري مرة ثانية، خاصة أن في لقاء بينهم الجولة المقبلة في بينهم مباراة، فأعتقد أن تغليص الفارغ إلى 3 نقاط في حال فوز السالمية أعتقد أن الدوري يبتدي من جديد. أنا أشوف أن الجولة هذه ختام القسم الثاني أعادة الدوري إلى نقطة الصفر، يعني 6 نقاط ولا شيء في الدوري خصوصا باقي 7 مباريات. لا. انت تعلم ان الكويت راح يلعب مع العربي والقادسية ايضا السالمية، لكن بعض النتائج ما تدري ممكن تخدم الوصيف، ممكن تخدم ايضا الفرق الثانية اللي قادمة من الخلف، لان مستوى نادي الكويت في الوقت الحالي ما يأهل انه يحقق انتصارات مثل ما كان القسم الاول، الا اذا الكابتن محمد عبد الله خلال اسبوع غير شكل الفريق بشكل كامل، لان نادي الكويت في الوقت الحالي نقل كرة بطيء جدا، الفريق مو مستوى طبيعي، ايضا حتى اللاعبين مو فورمة اللاعبين نادي الكويت اللي نعرفهم المواسم السابقة، يبقى الاعتماد عشان نكون واقعيين، جمعة سعيد اليوم زين، الكويت اليوم زين، جمعة سعيد اليوم مو زين، الكويت اليوم مو زين، حتى لو ما شفنا الكويت في المباراة اللي طافت
جمعة سعيد كان في دكة البدلاء لما نزل هو ساهم في تسجيل هدف التعادل. فأعتقد أن من غير الطبيعي أن نادي مثل الكويت يملك هذا الكم من النجوم واللاعبين المحليين أساسا عنده بالمنتخب تقريبا 7 لاعبين 6 مستحيل أنه يكون مستواه بهذا الشكل. زين شلون شايف أداء الكويت وكاظمة؟ أنا بالنسبة لي بتكلم كاظمة ارتفع مستواه بصورة كبيرة بالفترة الأخيرة لكن النتائج ما تخدمه. يعني نادي كاظمة يمكن عليه غضب جماهيري كاظماوي من جمهوره الناس زعلانة. كاظمة أنا أقول دائما اللي يشجع العرب ممكن يشجع كاظمة ممكن يشجع القادسية يشجع كاظمة لأن تعودنا مرتبط في فريق صح. المتعة في الفترة اللي طافت. شوف أبو يوسف كاظمة في كرة السلة متألق، في كرة اليد متألق الموسم هذا، في كرة الطائرة حقق بطولات. المشكلة عندهم في كرة القدم، فريق قاعد يعني في بعض المباريات أمام الكويت قدم مستوى بس ما فاز. أيضا في مباراة العربي قدم مستوى ما فاز، في كثير من المباريات. طيب شو الأسباب عبد العزيز؟ يعني أكيد وراء هالشيء تكمن أسباب معينة. هي في بعض المباريات تكون عدم توفيق، لكن أنا أشوف أن هم المهاجم اللي جابوه في الفترة الأخيرة في الانتقالات الشتوية فرانسيسكو فاندرلي اللي معانا على الشاشة الحين. نعم. هذا المهاجم أنا أشوف لقى لهم حل صراحة، قاعد يستغل الفرص التي له حتى كانت فرص صعبة، في فرص صعبة يعني إنه يكون في بين لاعبين ويدخل وبالهد يسجل هدف ما كانت موجودة هذا عند كاظمة. الآن يعني عقب فترة جفاف فابيانو طبعا أتى اليوم إيه اللي نعم. كان موجود جولسن صراحة مع احترام له هذا مو لاعب كرة، أنا ما لا يزعل من كاظمة إيه. مو لاعب كرة قدم، لاعب كرة لا تخيل يا مشاعر المحترف يلعب يسجل هدفين ويبكي إيه يعني خلال مسيرته كل ما يعني. كل ما يسجل يعني هدف يبكي يعني ما يصير يعني في محترفين يسجل في المباراة الواحدة هدفين وثلاثة هم نفسهم كاظمة. فأنا اللي بشو اللي بس بوصل له ان فاندرلي وجد يعني وجدوا في الحل كاظمة بشكل عام. الآن هو ارتقى مركز، النصر تراجع بحكم المواجهات المباشره. يمكن الناس لما تطالع جدول الترتيب لا. تشوف ان احنا دائما نمشي على الفارق سالب 6 تقريبا كاظمة والنصر سالب 6 لكن النصر مسجل اهداف اكثر بس فارغ المواجهات يحسم النادي كاظمة. يعني باكر تساوي في النقاط كاظمة والنصر مثلا في المركز قبل الاخير راح تحسم فارغ المواجهات ما تحسم الهدف. لو مسجل 200 هدف وانت مسجل هدف انا فايز عليك بهذا الهدف انا تاهل. طيب نروح حق مباراه السالميه والجهره وشاهدنا فيها السماوي يفرض كلمته في الفتره الاخيره. قادر على المواصله السالميه؟ السالميه طبعا يعني امس او اول امس احنا خلينا نكون واقعيين عوده بدر السماج الى وسط الملعب اعطى الثقل كبير للسالميه، تنظيم مميز للفريق. يعني كان هذا اللاعب فعلا يحتاجه نادي السالمية بالفترة اللي طافت. فأنا أشوف أن كان إصابة بدر السماج كانت مؤثرة للفريق. السالمية فريق منظم جدا بالفترة الأخيرة لكن كان يعيبه أنه في الهجوم شلون كان يحسم الأهداف. عودة فراس الخطيب من الإصابة، عودة بدر السماج من الإصابة، ارتفاع مستوى روجي الكاميروني في وسط الملعب اعتقد ما كان في القسم الاول ما كان موجود وايد في القسم الاول. القسم الاول كان مميز. لا بالقسم الثاني بدايته تراجع الان نعم. في اخر مبارتين روجي بدا يرتفع مستواه ويسجل اهداف ويصنع. فهد الرشيدي ايضا لما يشارك كل مميز. بس بيوسف الملاحظ اللي على السالميه انه في السابق كانوا في لاعبين يعتمدون عليهم كلاعبين اساسيين. نعم احنا نعلم فيصل العنزي متراجع مستواه ولا ذلك الاصابه، لكن لاعب مثل نايف زويد انه يقعد في دكه البدلاء ولما تنزله يعطيك ثقل يعني بالهجوم فارغ. ويعطيك فارغ. يعني حتى لو تشوف انت شلون كان يشغل المدافعين الجهرة بمباراة طافت كان يعطي فارغ. فراس الخطيب احنا نعلم انه اصابه وقاعد يشركونه نص ساعه ثلث ساعه. السالميه متى ما اكتمل هذا الفريق فريق خطر جدا. عنده لاعبين مميزين. انت لو تتكلم عن عدي الصيفي، تتكلم عن فراس الخطيب، تتكلم عن فهد الرشيدي، تتكلم عن نايف زويد، تتكلم عن فيصل العنزي، تتكلم عن روجي، تتكلم عن بدر السماج، تتكلم عن يعني اكثر من شاهين الخميس نسيناه يعني كان ما لعب المباراه اللي طافت اللي وعكه صحيه. فاعتقد انا اللي اشوفه ان نادي السالميه في الوقت الحالي صراحه يعتبر يملك نجوم كثر، يملك لاعبين كثر، لكن يبقى ان السالميه يحتاج فعلا الى بعض التنظيم في بعض المباريات. يعني مو كل مباراه دشها مدافع. في بعض الاحيان الكابتن عبد العزيز حماده يعني هو اخو يعني صديق، لكن في بعض المباريات اي مدرب يكون قراءته خاطئه. في مباراه الجهره الشوط الاول انا اشوف ما كان موفق في القراءه، الشوط الثاني كان مميز جدا في القراءه خصوصا بادخال نايف زويد وفراس الخطيب قلب المباراه لمصلحته. وهذا اللي نبيه من المدرب الوطني عشان احنا نقدر اخو صديق نصحه خلي ينزل شوي لا في وزنه يعني لازم ينزل في وزنه. كله يقول مسوي رجيم من اول ما عرفت. زين عبد العزيز انت شايف ان السالميه يعني قادر على ان يواجه الكويت المباراه الجايه؟
طبعا قادر هو الان قادر يعني يفوز ويعني يستحق الصداره اساسا في الفتره الاخيره مهما كان قوه الكويت وهذا كان السالميه هو اللي دائما يعني يوقف احنا شفنا المباراه السنه اللي طافت في الدوري والفوز في الدقائق الاخيره في البدل الضائع شفنا الموسم هذا الكويت تعادل في الوقت بدل ضائع في القسم الاول لكن في القسم الثاني تمكن الكويت من الفوز لاسباب اللي ذكرناها كان السالميه عنده كثير من الاصابات والغيابات فاعتقد ان السالميه قادر انه يحقق النتيجه اللي يبيها اذا كان الكويت في نفس المستوى اللي ظهر فيه امام كاظم اما اذا الكويت عاد الوضع الطبيعي المباراه صعبه على الطرفين يعني ما تقدر تقول منو اللي راح يفوز في المباراه وما يعني ما راح احد يتكهن في النتيجه فانا اشوف ان السالميه والكويت هذه مباراه الموسم مباراه الموسم بمعنى يعني كل ما تحمل الكلمه المعنى اللي راح يحقق الفوز فيها انا اعتقد هو الاقرب للقب حتى لو كان الكويت فارق 3 نقاط لان في الوضع الحالي واضح ان اكثر الفرق تلعب امام المتصدر وانت عارف يعني ابو يوسف تعرف مش اي فريق يكون متصدر جميع الفرق اللي تحت تلعب امامه باسلوب ثاني وطريقه ثانيه تحاول توقفه باي طريقه قبل ان ننتقل حق مباريات الامس بس الجهره شوي نازل في مستوى عبد العزيز انا قلت لك انا دائما واحنا كنت هني انا يمكن كنت مع اخوي عبد الله سالني قلت انا اشوف ان المدرب بونياك يعني غريب جدا يلعب اليوم بلاعبين وينجح فيها ويحقق النتيجة المرجوة ويجي المباراة الثانية يغير طريقة اللعب والتشكيلة أكيد أي فريق في العالم راح يتذبذب يذكرني يعني عفوا بتفارغ التشبيه مع زيدان يفوز اليوم تشكيلة ويلعب ثاني يوم في الدوري بتشكيلة وهذا خطأ كبير في المدرب أنت إذا تستمر في النتائج المميزة استمر على نفس التشكيلة نعم أنت تفاجئ الخصم ما تفاجئ في تغيير 3 لاعبين 4 تفاجأ من خلال تبديلاته احنا نقول دائما عبد العزيز ان الفريق اي فريق بينافس على الدوري يكون عنده دكه قويه احنا ملاحظين انه ما في تذبذب يعني خاصه بالنسبه يمكن للسالميه اعطيتنا مثل ايضا الجهره اليوم سعد محمد سعد العجمي يمكن غادر لاكثر من فتره لفتره دراسه هناك اصابات نذكر منهم سعد الوليد فتره طويله فيصل زايد غاب في فتره معينه والحين رجع اذا هناك ايضا عدم استقرار وبالتالي اعتقد المدرب يتحمل جزء من هذه وليست المسؤوليه لا ما نقول طبعا النتائج كلها مو المدرب انا اتكلم انه هو اذا اللاعبين موجودين على دكه البدلاء او اذا موجودين يعني في الفريق ليش التغيير في التشكيله ليش التغيير في طريقه اللعب في بعض الاحيان انا ملاحظه دائما في الاظهره عنده تغيير دائما في الاظهره يعني الدفاع دائما مو ثابتين في تقريبا 7 مباريات تلاقي كل مباراه الظهير الايمن او الايسر تلاقيه متغير وهذا امر يعني يمثل مشكله خط الدفاع صراحه طيب ننتقل الى العربي تشوف ان صحوه العربي الحين يعني يعني الحين يعني في محلها هذه الصحوه خصوصا ان 3-1 كانت يعني مع النصر محمد يعني يعني شلون هل يعني شلون راح نقيس اداءه مستقبلا الكابتن محمد ابراهيم من المدربين اللي يحتاجون وقت عشان يتمكنون من الفريق يعني في مدرب اي طوارئ احنا نسميه عشان لا يزعل نفس السنه اللي طافت الكابتن محمد عبد الله لا يزعل مني لما يمسك الكويت تقريبا اول موسم او نص الموسم بعد اول 3 مباريات أو 4 من الدوري مسك نادي الكويت وحقق انجازات ايضا في مدربين يقدر في نص الموسم يحقق كابتن محمد ابراهيم من المدربين اللي يحب يمسك في بدايه الاعداد عشان يقدر يتمكن من الفريق هو عانى جدا في بدايه الموسم خصوصا في خط الدفاع لكن يعني اظهار أو إعادة اكتشاف يعني اللاعب أحمد رحيل في قلب الدفاع ومشاركة إبراهيم كيتا معه في قلب الدفاع وتواجد إبراهيم مهند الأنصاري في الجهة اليسرى أنا أعتقد هو حل تقريبا 60% من المشكلة كان يعاني منها والدليل أن نادي العربي هو ثاني أقوى خط دفاع بعد نادي الكويت المتصدر نعم فواضح ان الان صار في العربي تنظيم دفاعي صعب جدا ان تسجل هذا اللي خلاه ياخذ 14 نقطه في القسم الثاني عكس ما كان في القسم طبعا بيوسف انت الان في كره القدم معروف يعني في اي مجال في, 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 في اي فرق تلاقي ان الخط الدفاع هو الخط الاساسي لازم يكون منظم ما كان منظم وهذا اللي انا اشوفه دائما في السالميه وفي النصر يفقدون النقاط دائما بسبب خط الدفاع خصوصا في الكرات العرضيه فانا اشوف ان الكابتن محمد ابراهيم لقى حل في خط الدفاع اعطى حلول مميزه جدا للاعب بدر طارق اعطاه حريه تحرك ثاني شغله اعطى الثقه طلال نايف وعبد الله الشمالي خصوصا اتكلم على طلال نايف اللي كان تقريبا في 5 مباريات الاخيره هو احد نجوم الفريق بعد ما كان الكابتن محمد ابراهيم بعد كل خساره وتعادل كان يتكلم عن خط الوسط وكان ياثر في اللاعبين الا ان بونواف يعني
يعني انا اشوفه في الفتره الاخيره قام ما يتكلم على اي لاعب او يذكر اسم لاعب، وهذا الصح في عالم التدريب. يعني هذا الصح، احنا نفس ما انتقدناه في بدايه الموسم احنا نشيد في اللي قاعد يسويه بنواف. انا حسب توقعات ان العربي ما راح يخرج من المركز الثاني والثالث هذا الموسم، وراح يكون له كلمه كبيره بالقسم الثالث. طيب المباراه الاخرى كانت ما بين القادسيه والتضامن، وكانت مباراه جدا ممتعه ومثيره. انا اشوف ان عبد الله ماوي غير المباراه، يعني بصراحه دخول عبد الله ماوي اعطى شكل ثاني لوسط الملعب في القادسيه. كان القادسيه الشوط الاول تخيل يعني بوسف صراحه انا ما اشوفه بطيء في رتم ادائه، مو بس بطيء، نعم دقيقه 46 اول هجمه لنادي القادسيه، وبعد مو هجمه يعني من الطرف شوطه من خالد القحطاني. يعني تخيل شوط كامل 46 دقيقه امام المحتل في المركز، امام الفريق الاخير في الدوري، ما توصل الا في هجمه واحده، هذا امر كبير جدا بالنسبه للقادسيه. لكن دخول عبد الله ماوي في وسط الملعب، اللاعبين اللي كانوا نازل مستواهم في الشوط الاول حسوا في الخطر، ديابي واستغلال الفرص مثل ما كنا احنا ننتقد هذا اللاعب، لكن لازم نشيد فيه، اللاعب فرصتين تقريبا احرز منهم هدفين. اعتقد ان القادسيه في هذا المستوى صعب جدا ينافس، يعني هم مدركين انهم صعب جدا ينافسون، لكن اللي اشوفه مستوى القادسيه متراجع جدا. الشوط الثاني ظهر صح مستوى مغاير، لكن اذا ظهر امام يعني فرق مثل ما تقول يعني بنفس مستواه او تستغل الفرص مثل العرب والكويت، ظهر بشوط نفس اللي ظهر فيه امام التضامن، اعتقد القادسيه ما راح يعاني كثير، راح يكون فيه من الفرق الوسط، ما راح يكون الفرق المقدمه، هذا توقعي اذا استمر على نفس المستوى. نعم، طيب بما ان احنا قاعد نتكلم عن نادي القادسيه، ايش رايك بمحترفين نادي القادسيه؟ أنا محترفين نادي القادسيه من زمان اقولها واعيدها واكررها، يعني مع احترامي ريناتو ديليما، انا رغم ان الجمهور وايد تفاعل معاه في بعض الاحيان، انا اقول محترف عادي جدا. انا اشوف ان تياغو بيريرا افضل من لاسينا ديابي، يعني اشوف ان تياغو بيريرا كلاعب اذا نزل مؤثر اكثر من لاسينا ديابي، صح سجل هدفين. انا لاسينا ديابي ما ادري، يعني يقولون لما كان يلعب في الدوري العماني لاعب مميز ونجم، انا ما شفت هذه النجوميه اصلا، ناطر اللي يخدم عليه، وهذه اصلا اشوفها عند المحترفين يعني خلنا بين قوسين كارثه. اذا محترف ناطر اللاعبين المحليين يخدمون عليه في الكرات وانه يساعدونه وايد، يعني هو ما قاعد يساعد نفسه، فتلاقي كل الفرص اللي قاعد هي سهله، يعني بدر يعطيه تمريره قدام الجول، ماوي يعطيه تمريره، احنا نعلم انه بيسجل اهداف، لكن انت ايضا تحرك ساعد نفسك، خلي الجمهور يشيد فيك. فاشوف ان المحترفين القادسيه ما توفقوا فيهم هالسنه باستثناء رشيد صوماليا اللي راح لعب في ديرته وهي وريله مكسوره، نعم، وتاذى بسبه القادسيه. بس نعطي حق الدرجه الاولى، رايك في المنافسه الاخيره خاصه ما بين فيحيل والبلقان؟ مباراه يعني اليوم مباراه حاسمه جدا في تحديد مصير الدوري. الفيحيل امام برقان، اذا ما تغلب الفيحيل على برقان انا اقول خلاص هو يعني 90% راح يتاهل. المباراه الثانيه صعبه جدا بين صليبيخات، نعم، واليرموك، المنافسه على البطاقه الثانيه تقريبا. فاعتقد ان دوري الدرجه الاولى منافسة بين خمس فرق شيء كبير جدا، انا اشوفه عفوا اربع فرق شيء كبير جدا، فاعتقد ان الفيحيل هو الاقرب للتاهل. عبد العزيز جاسم كل الشكر لك، يعطيك الف الف عافية وما قصرت. الله يعافيك. شكرا لك عبد العزيز. شكرا. نشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله. اذا نروح حق فقرة محببة لك، ها؟ اكيد. رياضة نسائية. اذا نذهب مباشرة الى هذه الفقرة، ومن ثم لنا عودة مع ضيف جديد باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في نادي الفتاة، معكم حنان الراشد كابتن فريق كرة القدم. طبعا لعبة كرة القدم لعبة جميلة، لعبة شعبية يحبها الكل، وأنا بديت من أول ما وعيت على هالدنيا أمارسها، وسبحان الله موهبة من الله عز وجل. طبعا واجهنا صعوبات من الأهل ومن المجتمع اللي احنا فيه، لأن النساء لا يمارسن كرة القدم، ولكن خلال رؤية مهاراتنا ولعبنا ومن الأمور هذه اكتشفوا أن هذه الموهبة موجودة فعلا، فبدوا تلقائيا يتقبلون هذه الفكرة وبدوا يشجعونا، إلى أن استمرينا في اللعب سواء كان في أماكن عامة، إلى أن اشتركنا في نادي الفتاة طبعا 2008 آخر 2008-2009 اشتركنا بالنادي، ووفر لنا مدربين وملاعب بالإضافة إلى البطولات الموجودة في الكويت والبطولات الخارجية والمعسكرات. ولله الحمد يعني كرة القدم مشاركتنا فيها بالكويت يعني
من غير دوري، لكن لما شاركنا في أبو ظبي في الإمارات في بطولة رمضانية فيها لاعبات عربيات عالميات، اكتشفوا أن يعني في قابلية أن كرة القدم الكويت في تطور. خذينا مراكز متأخرة، لكن بعد 3 سنين ردينا وخذينا المركز الأول 2017 ولله الحمد. بطولات الكويت الداخلية دائما نحن كرة القدم بالمراكز الأولى، الأول أو الثاني، منها بطولة الاتحاد، منها بطولات أخرى تنظمها الهيئة. بالإضافة إلى كرة القدم كرة تحتاج إلى يعني تشجيع من الكل، يعني كرة فيها محاربة، فيها من الأمور هذه، لكن من خلال دعم النادي، من خلال دعم الهيئة والاتحاد قدرنا أن نواصل هذه اللعبة. نتمنى طبعا دائما إحنا أن يكون هناك دوري كبير، دوري طويل، يعني مواسم كثيرة في كرة القدم، سواء كان صالات أو في العشب، لأن في بنات قابلية يلعبون وفي بنات يعني كفوا من أنهم يمارسون هاللعبة، لكن يحتاجون التشجيع، وإن شاء الله نشوف التشجيع في المستقبل. ودائما أشجع البنات الصغار أنهم يأتون للنادي ويمارسون هاللعبة هذه، لأن من خلال النادي راح يتطورون في كرة القدم. وإنجازات كرة القدم يعني كثيرة، يعني في إحنا نادي الفتاة مثلنا في كثير من المحافل وقدرنا أن نرفع يعني اسمه ونكون فخر لها النادي. وطبعا فريق كرة القدم يتميز بلاعباته المهاريات، كل واحدة وصفاتها، كل واحدة ومهارتها، بالإضافة إلى دعم وتشجيع وخبرة المدربة اللي ماسكة الفريق. طبعا ما شاء الله تبارك عمان خبرة، ومشاركاتها كانت في مشاركات تونس أفريقية وما إلى ذلك. أيضا نحب أن يكون عندنا دوري مستمر، أن يكون في تشجيع معسكرات خارجية كثيرة، أن في تشجيع أن نمارس اللعبة في بطولات أخرى، لكن يجب أن نهيئ لها تهيئة سليمة. ويعطيكم العافية برنامج الضحى العود، مشكورين على هذه الاستضافة. متواصلين معكم ومع طبعا ضيوفنا في برنامج الضحى العود، وباسمكم ارحب برئيس رابطه بايرن ميونخ بالكويت الاستاذ محمد الدمخي. محمد صباح الخير، سعيدين جدا بتواجدك معنا. صباح النور، وانا سعيد جدا بالاستضافه الجميله هذه. حياك الله استاذ محمد، ويا هلا ومرحبا فيك وبرابطه بايرن ميونخ. واعتقد ان بالكويت احنا مميزين مشارف كذا رابطه عندنا رياضيه، وهذا شيء جميل يمكن بالفتره الاخيره طرا علينا وعلى الرياضه الكويتيه في تشجيع الفرق الاوروبيه وتكوين روابط تضم المشجعين المهمين. طيب بالبدايه تكوين الرابطه شلون انشاتوها؟ السؤال اللي المعتاد محمد. نعم طبعا، هي الفكره بدت في 2012، الاساس كانت هي رابطه مشجعين منتخب المانيا. التقينا طبعا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر والانستغرام، فكنا نجتمع في اول شيء في السوشيال ميديا، بعدين عملنا اجتماعات في اخر 2012، والحمد لله يعني تم تأسيس رابطة بايرن ميونخ. يعني أغلب اللي يشجعون بايرن ميونخ هم مشجعين لمنتخب الألماني، هذا شيء يعني طبيعي. نعم، فشيء بحكم أن بايرن ميونخ يملك يعني أغلب اللاعبين في المنتخب الألماني، فراح بداية أخونا المؤسس الرابطة أخونا عبدالله دشتي. نعم، راح لألمانيا وعرض الفكرة، وكانت جدا عندهم قبول سهل، وهم يعني عندهم فكرة أن حابين ينتشرون في الدول اللي ما عندهم فيها شعبية وايد. يعني متى تتكلم بايرن ميونخ مشجعين في الكويت، مو نفس لما تقول برشلونه ولا مدريد ولا مانشستر يونايتد ككميه مشجعين انا اتكلم. فهم رحبوا في هالفكره، وكان جدا عندهم قبول ومساعدين يعني في تسهيل لنا الاعتراف الرسمي بالرابطه. والحمد لله تم الاعتراف الرسمي فيها، خليناها مع العيد الوطني لدوله الكويت 25 فبراير 2013. حلو، منذ تاسيسها من 2013 لما الحين شنو اللي صار، شو التطور اللي تطور يعني منذ التاسيس لما الحين؟ طبعا الحمد لله احنا كل سنه قاعد نحاول نطور من نشاطاتنا للاعضاء. مثلا
كان عندنا شهر واحد اللي طاف رحلة لقطر الدوحة حضور معسكر. طبعا هذه الحمد لله للسنة الخامسة على التوالي قاعد نروح احنا نحضر المعسكر. تو قبل اسبوعين شباب الرابطة هم جايين من ألمانيا حاضرين مباراة في الدوري الألماني وأيضا حاضرين التدريبات. طبعا عندنا حملات تبرع بالدم أيضا كل سنة مستمرين للسنة الرابعة، نحاول ان نعطي الرابطه طابع ايضا اجتماعي، مساهمه اجتماعيه. حقيقه هذه شغلات جدا طيبه ويمكن تعزز روح يعني التعاون وايضا تثقي ثقافه جميله لدى ايضا المشجعين والروابط الرياضيه بشكل عام. لكن خلينا نشوف هذه التقرير او هذه الفيديو ومن ثم نعود بالحديث اكثر. محمد إذن مشاهدينا عودة، وطبعا ضيفنا رئيس رابطة بايرن ميونخ في الكويت الأستاذ محمد الدمخي. أشوفك مندمج يعني قاعد تشوف المباراة. هذه شوي ردت شريط الذكريات شوي 2014، كانت هذه في يناير 2014 لما جاء الفريق هني، وأشكر الإخوان المشكورين في نادي الكويت يعني دعونا وخلونا من منظمين الاستقبال للفريق، حضوره من الفندق، حضوره من المطار، توديع الفريق ايضا يعني كانوا جدا مسهلين يعني للرابطه، والحمد لله حتى وفروا تذاكر ايضا لاعضاء الرابطه يعني. وقدرنا في المدرج اللي كان قاعد يلاحظ انه كان في لون يعني مدرج مصبوغ باللون الاحمر، هذا قدرنا الحمد لله في هاليوم يعني نجمع تقريبا 400 مشجع وحرصنا انهم يعني يلبسون اللون الاحمر. حتى جانا من احد الاداريين في الفريق قال اللي انتم سويتوه الماني ما يجامل يعني، قال اللي انتم سويتوه في المانيا ما يقدرون يسوون يعني. فهذه كانت يعني بدايه مثل العقد المصداقيه اللي بيننا وبينهم. بعدها صار في تقدير لرابطه بايرن ميونخ لما نروح المانيا هنا. مثل هالفرق لما تجي الكويت، واحنا نشكر يمكن في ذاك الوقت نادي الكويت على تجلابه مثل هذا الفريق العملاق يعني له شعبيه كبيره في اوروبا والمانيا، أكيد لها انعكاسات طيبة علينا إحنا كمجتمعات رياضية ما زلنا في طور الهواية وقريبين من الاحتراف وليس محترفين. لكن إذا تكلمنا عن الرابطة، شلون اللي بيسجل أو ينضم لمثل هذه الروابط في الكويت؟ طبعا إحنا في فترة الصيف قبل ما يبدأ الموسم الرياضي نفتح تقريبا لمدة شهرين باب التسجيل. طبعا باب التسجيل مفتوح من طول العام يعني حاب ينضم ما نمنع أي وقت. وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر موجود حسابنا نفسه هو بايرن ميونخ كيو 8 كلمة واحدة، يقدرون انهم يتواصلون مع المسؤولين عن هذه الحسابات، يقدرون ينضمون عندنا بكل بساطه، يعبي فورما وفقط انه ينضم وينضم على طول. على طول ونطلع له نصدر له بطاقه ونصدر له نعطي هدايا يعني رمزيه للانضمام. طيب شنو ابرز الانشطه والفعاليات اللي تقدمها الرابطه؟
طبعا تجمعات ال لان احنا قبل ان نطلع التقرير طبعا تكلمنا عن الموضوع، بس الحين شوي نبي بشكل تفصيلي ان شاء الله. عندنا احنا تجمعات للمباريات، سواء اذا كانت مباريات قويه في الدوري او كان عندنا مباريات الشامبيونز، هذه يكون فيها تجمعات في احد المقاهي يعني. ايضا عندنا قلت لك حمله تبرع بالدم، الحمد لله احنا مستمرين فيها، واللي احنا دائما نشيد فيها بالناس اللي تحضر، وفي شخصيات تحضر معانا ايضا وتساهم معانا في هذا العمل الخيري يعني. عندنا عمل سفرات جماعيه للرابطه قطر، يعني فرصه ثمينه لاي مشجع الماني حاب انه يتواصل مع اللاعبين ويصور مع اللاعبين. الحمد لله هم يعني حاليا لما نروح المعسكر ولا نروح المانيا يعني عارفيننا خلاص، يعني تخيل 5 سنين هم قاعد يشوفوننا في فتره الصيف، يعد بايرن ميونخ في سباير اي يعني، لا هي تكون في يناير دائما. نعم. هم شوي ينحاشون فتره ينحاشون بالبرد يوم الدوحه. نعم. يكون شويه دفء صح، فهم فيها يعني يعرفوننا، فالحمد لله رابطتنا يعطونهم التميز شوي، يخلونهم يدشون يعني خلف الاسوار، يخلونهم ياخذون راحتهم مع اللاعبين في التصوير يعني. فهذه يعني اغلب الاشياء اللي احنا نسويها يعني حلم اي مشجع يشاهد فريقه بالملعب صح. ايضا انه هو يوصل مع اللاعبين ويصور معاهم يتكلمون يتكلمون الماني محمد في تعلمت والله الماني عندنا كم واحد يتكلم الماني، انا شخصيا ما صراحه لغه صعبه اكيد يعني. اكيد دشت يعرف الماني لا مو دشت، عندنا واحد عوضي الاخ احمد العوضي اخونا احمد العوضي صبح عليه بالخير، هو اللي يعني يتكلم الماني. حلو يعني العضويه ما تشترط انك انت تعرف اللغه الالمانيه لا، المهم انك تحب بايرن ميونخ والمانيا حياك الله، حتى لو ما تحب بايرن ميونخ احنا الرابطه مفتوحه للجميع طبعا. بايرن فريق كبير وعريق، نروح حق يعني الروابط في الكويت، رايك فيها وفي تكوينها، وهل هناك تعاون مثلا ما بينكم روابط اخرى؟ يمكن من الروابط المشهوره عندنا هنا رابطه اليوفي يمكن. اي نعم احنا انت بديت انا ببدي من وين وانت ما انتهيت طبعا. احنا عندنا رابطه اليوفي يعني ما شاء الله هم اقرب رابطه لنا يعني. في وايد تواصل بيننا وبينهم يعني طيب. علاقات اجتماعيه بيننا وبينهم يعني الحمد لله طيبه، لكن كصوره عامه يعني ما في شيء يجمع الروابط يعني. في روابط نشطه بالكويت، في روابط تحس انه فقط انه يعني بس اني نطالع المباراه ونمشي يعني ما في اي انشطه ثانيه، لكن بصوره عامه يعني نتمنى انه يكون في شيء منظم شيء مرتب بين هذه الروابط يعني. حتى لو احنا كلنا نقوم مثلا في عمل نساهم فيه باسم الكويت، نساهم فيه حق البلد يعني، حمله مثلا حمله اي كان انواع من الحمله الاعمال الخيريه يعني او اعمال طيب يعني نقدر احنا نساهم فيها، لكن كتنسيق بيننا وبينهم للامانه ما في وايد. تقام بعض الدورات الكرويه للفرق يعني بين هذه الروابط يعني، او مشجعين يمكن المحبين للفرق او رب يمكن هذه فكره موجوده اتوقع في قدموها اليوفي في فتره من فترات. اليوفي الامانه نظموا دورتين اعتقد او 3 دورات كره قدم. نعم. للروابط لفرق الروابط يعني. والحمد لله كانت يعني بطولات طيبه يعني كان فيها تواصل مع الاخرين، لكن بصوره عامه يعني اغلب الشغل قاعد يصير ان كل رابطه قاعد تشتغل بروحها يعني، يمكن بحكم انه يعني الميول التشجيعي يعني صعب ان انت شوي تعطي، بس حلو انك تعطي يعني وتقول ان احنا بالنهايه الرياضه يعني بالمجمل اخلاق وايضا عطاء، وهذا شيء تشكرون عليه خاصه من خلال حمله التبرع بالدم. صح هذا أكيد. شيء انساني وجميل جدا يعني. وحلو في الموضوع يعني كان عندكم تكريم للسفير الالماني بالكويت. اي نعم طبعا السفير الالماني من عشاق المنتخب الالماني ومن عشاق يعني هو بايرن ميونخ، هو مكتبه مفتوح طبعا لاي شخص هو يحب انه هو يعني يساهم في رفع اسم المانيا مثلا في الكويت، يحب انه هو يعني يشارك في هذه الفعاليات، وحاب انه هو يعني ينظم شيء حق كاس العالم القادم بحكم انه كاس العالم قريب ان شاء الله. راح يكون في شيء لمشجعين المانيا في الكويت انه راح يكون في تجمعات public viewing يعني، راح يكون نفس شلون اوروبا وبرا يكون في شاشات كبيره وجماهير تقعد، فان شاء الله احنا قاعد نسعى ان احنا في اماكن انتم يعني مفضلينها وشايفينها انه ممكن تصلح مثل هذه التجمعات مع انه صيف يعني لازم اماكن داخليه يعني نحاول نشوف لنا يعني مكان مغطى مثلا صاله او شيء بس تكون فيها شاشات كبيره وناس تقعد يعني تاخذ راحتها يعني تشوف تستمتع في المباريات خاصه الشغل المنتخب اي الالماني يعني. طيب بشكل عام يعني كان في يعني سفرات مثل ما تفضلت قلت لالمانيا والتقيتوا في رئيس النادي او الرابط هناك او حتى يمكن تكريم النجوم يمكن تمعنا هناك فيدال تكريم لفيدال. اي نعم. نعم احنا كل سنه الرابطه تختار اللاعب الاكثر شعبيه بالنسبه لها تصويتنا احنا، ونختار افضل لاعب بالنسبه لنا احنا.
ولما نروح المعسكر الدوحة أو هل هناك أسس قبل لا تكمل بس بالجزئية في أسس لاختيار اللاعب الأفضل من خلال الرابطة؟ هي على التصويت على شعبية اللاعب، على يعني تقييم الأعضاء الرابطة لهذا اللاعب في هذه السنة. السنة اللي فاتت كرمنا مثل ما شفتوا فيدال، وكان عندنا أيضا تكريم لبواتينغ بحكم أن فيدال كان طلع عندنا الأكثر شعبية، وبواتينغ كان أفضل لاعب في العام بالنسبة حق أعضاء الرابطة. السنة كرمنا اللاعب كيميتش، كان هو أفضل لاعب، لا كان لاعب الأكثر شعبية بالنسبة لنا، وكرمنا ليفاندوفسكي في الدوحة أيضا كان هو اللاعب أفضل لاعب بالنسبة لنا حق رابطتنا. حلو. فكل سنة الحمد لله يعني قاعد نحاول إن إحنا يعني نعمل نشاط مختلف عن باقي الروابط حتى على مستوى العالم. يعني إحنا الحمد لله بالنسبة لهم تصنيفنا، عندهم تصنيفهم للروابط في إدارة روابط في ألمانيا، الحمد لله إحنا عندنا تصنيف A يعني مع الروابط المتميزة يعني. فكل سنة قاعد نحاول إن إحنا نعمل شيء مختلف نوصل فيه حق الإدارة، نوصل صوتنا يعني إن رابطة بايرن ميونخ متواجدة في الكويت طبعاً. وهذا هما شيء واصل لهم، وأنت عارفين الألمان يعني ما عندهم مجاملات، أنت إذا قاعد تسوي شيء زين بيقولوا لك أنت سويت شيء زين، اي بيقولوا لك انت يعني لا اسمح لي انت شغلك. طيب خلينا نتكلم عن زيارتكم الاخيره حق المانيا، شنو سببها كان؟ احنا عندنا زياره سنويه نحضر من خلالها لميونخ، تدريبات الفريق، المباراه للفريق في شهر فبراير دائما تكون بالعياده الوطنيه هي. ومن خلال التدريبات يعني يصير فرصه للشباب، مثلا اخر مره دشوا وفتحوا لهم السور قدروا يدشون يصورون مثلا مع اللاعبين بعد التمرين قبل دخول التمرين، ياخذون صور تذكاريه، حضر ايضا مباراه في الدوري الالماني، يعني فتكون مثل نشاط مميز يعني رحله في شباب بالنسبه لهم هذه تكون مثل رحله العمر، ان انا اروح اشوف فريقي والتقي بلاعبيني وارجع للكويت مره ثانيه. يعني عاده احنا نحتفل بالعيد الوطني هناك، يعني عندنا حتى يعني صور مرات احتفلنا على قمه جبل قارمش يعني بالعيد الوطني، ناخذ معنا الاعلام وهذا، يعني نوصل ان يعني احتفالنا يكون مميز انه يكون في المانيا. عندكم عنصر نسائي في الرابطه؟ والله في مشاعل تبي تنضم حقها، فيها سفرات تبي تنضم. والله في هو بس انت عارف يعني شويه الجانب الاجتماعي شويه يعني عامل حاجز، يعني خاصه اوقات المباريات تكون متاخره يعني 11:15 اي اوقات صعبه، بس في يعني في قاعد يعني نشوفهم في وسائل التواصل الاجتماعي في ناس تنضم، لكن هي يعني حضورها يكون قليل يعني. طيب تتوقع بان الفريق قادر على المنافسه اوروبيا هذا الموسم؟ والله الفريق يعني احنا بقياده هاينز نتفائل شوي مع المدرب الخبره يعني هاينز نتفائل، لكن صعب الفرق في فرق كبيره مثل برشلونه وريال مدريد امس شفنا يعني الفرق هذه اللي دائما تكون في قبل النهائي والنهاية، فان شاء الله نتمنى قليل شوي بس من التوفيق للبايرن والحظ، وان شاء الله السنه بعد ما يكون في ضربون بالاربعه والخمسه وهم يعني شوفوا الخجل في مساله التعاطي، فريق مرشح وفريق قوي جدا واحنا شاكرين لك حضورك. محمد اذا عندك كلمه اخيره تحب توجهها حق من؟ طبعا انا اشكركم على الاستضافه الجميله هذا في البرنامج الجميل هذا في الضحى العود. اي نعم، فاوجه رساله لاي واحد حاب انه ينضم معنا، رابطتنا مفتوحه للجميع ان شاء الله، وعندنا انشطه مختلفه وعندنا انشطه دائما مستمره، وباذن الله يعني احنا نحاول نكون خير مشجعين لبايرن ميونخ في دوله الكويت. الله يوفقك. شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. اذا اعزائي اكيد متواصلين معاكم، خلونا نشوف تقرير ختام بطوله الوزارات للسباحه ونرجع. اختتمت على مجمع الألعاب المائية في نادي القادسية بطولة الوزارات للسباحة، والتي أقيمت تحت رعاية لجنة الرياضة للجميع التابعة للهيئة العامة للرياضة، وشارك في البطولة 7 وزارات، وتمكن سباحو الحرس الوطني من حصد المركز الأول تاركين المركز الثاني لوزارة الداخلية، فيما حصد المركز الثالث وزارة الدفاع. الحمد لله اليوم تم ختام بطولة السباحة بدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة ممثلة في إدارة الرياضة للجميع، وهذه البطولة طبعا شارك فيها ما يقارب من 75 إلى 80 مشارك يمثلون 7 وزارات حكومية، والحمد لله يعني اليوم نشوف المشاركين جدا يعني الكل متحمس والكل يحاول يقدم شنو عنده،
طبعا هذه الفعاليات تقيمها الهيئة العامة للرياضة للعاملين في الوزارات وأيضا للمجتمع ككل من ضمن الأنشطة اللي يقدمونها. فالحمد لله اليوم إن شاء الله راح يكون الختام، وعندنا إن شاء الله باكر انطلاق بطولة كرة الماء المصغرة، ويوم الأربعاء القادم والخميس الختام، ونتمنى للجميع التوفيق. الهيئة العامة للرياضة تواصل بنجاح تنظيم البطولات المتنوعة التابعة للوزارات الحكومية. الحقيقة أنا استمتعت مشاعر الحقيقة من خلال ما قال أخوي محمد، من خلال رابطة بايرن ميونخ أو كل الروابط التي تشتغل على هذا الأمر اللي هو تعزيز روح الثقافة الرياضية، وأيضا محاولة لإعطاء شيء يعني إنساني، جانب إنساني مثل ما قال التبرع بالدم خاصة في الأيام الوطنية والأعياد والمناسبات، هذا شيء جميل جدا. وإن شاء الله كل الروابط، وما شاء الله في روابط كثيرة يعني يوفنتوس، ريال مدريد، برشلونة، في روابط ايضا محليه، بس المحليين ان شاء الله قادرين عليهم، لكن بالنسبه للروابط ليفربول عشان لا يزعلون. اتوقع يعني هذه الجوانب الانسانيه جدا تضفي شيء مهم طبعاً، خاصه في طبعاً علاقتنا مع الاخوان يعني العرب وايضا المتواجدين على ارض الكويت. اكيد اكيد طبعا. محمد، متواصلين طبعا من خلال فقراتنا، فقرات برنامج الضحى العود، والحين ننتقل حق فقره اخبار الرياضه العالميه. شفنا المحلية في بداية الحلقة، الحين خلونا ننتقل إلى العالمية. سيتي في دور الثمانية لدوري الأبطال رغم هزيمة نادرة على أرضه. صعد مانشستر سيتي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم تجرعه أول هزيمة على أرضه منذ أكثر من عام، حيث فاز 5-2 في مجموع المباراتين على بازل بعدما تفوق بطل سويسرا 2-1 يوم الأربعاء. وكان سيتي حسم مباراة الذهاب برباعية دون رد، ولذلك فضل المدرب بيب غوارديولا إراحة بعض اللاعبين البارزين والدفع بهم على مقعد البدلاء، حيث لم يشارك كيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو والحارس إيدرسون في المباراة. هيغوين وديبالا يقودان يوفنتوس للإطاحة بتوتنهام من دوري الأبطال. أثبت دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أنه لا يوجد أي بديل عن الخبرة عندما قلب يوفنتوس تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على توتنهام هوتسبير باستاد ويمبلي يوم الأربعاء، ليتأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 4-3، وحافظ يوفنتوس على انتصاره ليتخطى فريقاً إنجليزياً في أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى في 5 محاولات. بيلرين يغيب عن مواجهة ميلانو بسبب إصابة في الركبة. قال أرسين فينغر مدرب أرسنال يوم الأربعاء إن هيكتور بيلرين مدافع الفريق سيغيب عن مواجهة ميلانو في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء التدريب. ولم يسافر بيلرين الذي شارك بديلاً في مباراة انتهت بهزيمة أرسنال 2-1 أمام برايتون في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع مع الفريق الإنجليزي إلى إيطاليا لخوض مباراة ذهاب دور 16. سيميوني فخور بتدريب لاعبي أتلتيكو مدريد. قال الأرجنتيني دييغو سيميوني إن توليه منصب المدير الفني لأتلتيكو مدريد هو الشيء الأهم في مسيرته، معرباً عن فخره الشديد بتدريب لاعبي الروخي بلانكوس. ويخوض أتلتيكو مدريد مباراة قوية اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور 16 لبطولة الدوري الأوروبي أمام لوكوموتيف موسكو الروسي. وشدد المدرب الأرجنتيني على الأهمية القصوى للبطولتين اللتين لا يزال الفريق مشاركا فيهما،
وهما الدوري الإسباني والدوري الأوروبي، لا سيما الأخيرة التي يعتبر أحد المرشحين بقوة للفوز بها. إذن شكرا لزملائنا المعدين على هذه الفقرة والأخبار الرياضية العالمية، إن شاء الله نتمنى لكم عطلة سعيدة ونهني المرأة في يوم المرأة العالمي. لا ننسى نهنيك فعلا، نهني جميع أخواتنا وأمهاتنا الحقيقة في هذا اليوم العالمي. أكيد طبعا تستاهل المرأة كل الحب وكل التقدير والاحترام، وأن احنا نحتفل فيها على مدى أيام وشهور وسنين، مو بس يوم واحد يا محمد. ليش مو يوم الرجل بعد نحتفل فيه؟ شاكرين لكم حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في ضحاوي قادمة بإذن الله تعالى من الأسبوع القادم. عندنا فقرات جديدة وأيضا نجوم مميزين يدد في كويتنا الحبيبة. إلى اللقاء، ويكند سعيد ومع السلامة.